أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا إلى عين تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبتا هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إن شاء الله تعالى كني وحو نقن دونا عشر كيني الشناد كم إذا عشر ردي نسو سعدي سفينة النجا عشر كيني نحو كب اللابانية. فصل الذي يطهر من النجاسات ثلاثة. نجاسوين كأيا وحيوك لبحان لو قيبود كو نجاسوي كوي نجاس النمذ اللي جزولين كرا وبحي كرا دنك أما كزولي كرا ودنك الطهارة ذا كدر مكرا أما الطهارة طاهر نقول كرا إيو كو أن مركز النجاس النمذ كبحينين مركز كان وحنا نقول شيء يا وحي مركز الطهارة يعني نجاسة دي طاهر نقول كرتا أما نجاسة لا طاهرين كرا ما طاهر نقول كرتا. فصل هذا فصل كان يومتك كلب حين يي وحي تجي يوح صوص على الذي كي يطهر طاهر نقن يي أو من النجاس من النجاسات نجاسين ككمدة ثلاثة سدح ويي سدح نجاس وطاهر نقن كرتا أي كرتا يولي كو الخمر خمر ذي وي خمر ذا طاهر بين نقطتين وحوي وي ظاهر ذا جورما إذا تخللت هذه أي خل نقطه بنفسها إسكيد أي خل نقطه أنت ما الله ديجو سيؤتي له أي خل سبدشو طاهر بين نقطه إليهين وحك الدوان إن لقد ديجو خل أو لو بدر سد مرك الدولة وحموح القدرة إيو إن يدخ إسك خلوده أو إسكيد أخلوده وخل نقطه هذه يدخ إسكيد خل نقطه طاهر بين نقطه بيرهدين هدي لخلايانا أو خل لغا ديغانا مركز نجاسويان اي نجاس نبدأ باقي كتهاي اي ليهن شوافي عضو. لكن سيدة صحيحة وحوي خمرضة نجاس معها خمرضة وأم الخبائث وي وحن وي إلهي وحو أمر إن لغا فقادو عبدد إيو سمعين تيد إيو قديد انتبع إن لغا فقادو إلهي تبارك وتعالى أمري عمل شيطان إنه يهنا وأكوت المامي، لكن وعمل شيطان ووحن ويسمعين تيدا يعبد ذي وحيل مدا، ويحنتها هي إن يحنتها هي وحارنتها هي كمد رنا يسوع إن نجاستها هي وحياة بدن وحارنة هدنا أن نجاس أهيم باشر بدن، مرك خمرة قوة كمدت هي سنتا أكلة سنتا وحارن لكن هذا تعب تدي وهو نجاس معها إن خمرة مركز يد وح نجاسة إن لقى سمين وياني مركز دي نجاسة ما ديكو باقي تهاي لكن هذي وح نجاسة إن لقى سمين وخمرة دي لقرينا يجي تهاي يد مركز نجاس معها لكن وحران إن لقى فوق هذا مسلم ك وإنه كف فوق هذا وكواجب الخمر خمرة إذا تخللت هدي أي خلود خل نقطه بنفسها إذا إسكيد أخلود أي يدي استغو مركا خمرضة أؤيغي إن يتهي نجاسه لكن الصحيح أنها ليست بنجسه وجلد الميتة أو أنها ليست بنجاسة يعني خمرضة أنها ليست بنجاسة وجلد الميتة بختك هرقي إذا دبغ هدي لمكديه دباغ ومكدين وح شفاف أما كلول إن هرق لغو حقو أو مركا وحيك وحويان سارنا وهلب يو وحي صور راعي يو ديجي إن لغا ميرو أو لغا نذيفيو هير مركي أقل الله
dib u qoyo uusan waxbay qurmin. Ha, ilaa halkaas laga gaarsiiyo kaasa dibaaq lagahdaa. وجلد الميتة بخت جهرجي إذا دبغ هدي لمجديو حوالها هدي لجورع هرجود هرجود إنه طاهر هي لسكم هيو هدي حوالي يقول لجورع إن أيدين تا بخت نقضان مركا هرج إن لجلس صباح إليه تبارك عنه بني هدي للدب هدي لحوي يعني دباغ لجوس ما يأمل لمجديو إنه طاهر نقضينا رسولك صلى الله عليه وسلم وإنه عدي وما يوحي با طاهر نقضى وما يوحي نجاسدي صار نقطي حيوان حيوان نقطي سيدا بختيقا درحي با قدشا أما الدحري أحد أنت لهم مركا عيانكاس أما حيوان كاسير يكون الشيء إستقى ذات ذي النجاس معها أصل كيس النجاس وكي مدوانت والنجاس لديه ما أيو أو نجاسو حيوان يسبب الشيء ويسدى إليهين لكن حقيقة وحويا نجا يغاس يعني مين النقن حيوان مين النقن أما حيوان كراك هني أما سكر يكون الشيء لكن نجا سدي بحيوان يسبب الشيء ماشى حويا صحيح معه وما يوحي نجا سدي صار نقطي حيوان الحيوان صار الظاهر كل نقطة بوليه هي كسر فصل كاني ومت كلا صارا أما كلا بحيا وحي التغيي وحصو الصعدة النجاسات ثلاث نجاسوين كوا سدح سدح باللوقي بنيا لنك الظاهر انت مركا لغا ايغو مغلظة مدل أتكيي ومخففة ايو مدل فذيذي ومتوسطة ايو مد ادحيسة تال أتكيي ايو تال فذيذي وهي المغلظة نجاسة لأتكيي ونجاسة الكلب أي نجاسة ذي وي والخنزير يدوفار كنجاسة ذي وفرع أحدهما يمد كود وحي كفرعما وإن كلب يو خنزير لقرتي وحلقة ونسر هذا أي وحي أدلسون أي ما هذا لك محلوقة إذا لما حيوان اي يو حيوان كالي وحي سكدالين او كالي مثلا هدي دعضا وحاسي كده شهالكا ايقا يال راعين ايا دوفار ايو حيوان كالي وحي سكدالين ان دوفار كاس يال راعين ايا هدبا كا اضاق وحاق نجسد الله بدين ايا لراعين ايا مركا وحي كفر عما اينا دي ساقون وحنقون ايا ايقا سيوكو حيوان ايا القاطن ايا وي نجسد ونجس مغلظة ثمانية غسلات بلا دقية واي والمخففة مد اللفذيذين بول الصبي ويلكير الصبيغة كاذذي وي الذي ويلكي لم يطعم أنقوضا غير اللبن وحان عاناه ولم يبلغ الحولين لبسنا أنقار ويلكير ee waxaan caana ahayn aan qoodan laba sanana aan gaarin ka kaadiisa waa la fudiday saad insha Allah dhahiran ku arkay doonta biyo umba lagu shubaya oo ka badan saasay dhahir ku noqonaysa wal mutawassitatu mida u dhaxaysa marka labada najaasa waxa weeyaan sa'iru najasat najasuinka inta ka soo hartay inta la soo sheegay mi tifudad waa lagu soo sheegay waad kadin waa la soo sheegay wax u dhaxay wa najasooyinka kale oo soo haray dhan wey fasl kani waa mid kala bixiya wixii tagay iyo waxa soo socda al mughalladatu najasada adag tatuhuru way dhahir noqota bi sab'i ghasalatin tadawa daqid bay wax weeyaan ku dhahir noqota ba'da izalati aynaha ayntayda iyada markii la zuuriyo hadii ay midab lahayd ama dadan lahayd ama maxaa ku raadayay ur lahayd iyada hadda halka way laga zuuriyo marka la zuuriyo oo raadkeed la waayo kadib baas todoba jeer la dhaqayaa wey sidii noo isu gantaa ihdahunna todobada mid kamidana biturabin ciid baa lagu dhaqayaa
dhakhaatiirta zamankanna waa ay sugeeno waxaa la yidhi sun wuxuu leeyahay eeygu ciidda in lagu meydho mooyey si kale aan waxweyn ku zuulaynin iyo wasakh bakteriya marka waxaweyn xikmad baa ku jirta lidaalika marka ciiddaas baa lala doonanaya kloriin baa jira iyo shaambaa taalla iyo waxaa iska daaya ciidda la doonto marka ciiddaasaa la ysfaray walmukhafafatu midda la fudaydiyeyna tathuru way daahiran ta la fuday waad garateeno waa wiilka yar ee laba sane aan gaarin waxaan caano ahaynna aan quudan isagoon laba jir gaarin haddii waxaan caano ahayn uu quuto dee markaasi waxa weeyaan waa uu ka baxayaa mukhafafada oo mutawasitada ku biiraya walmukhafafatu midda la fudaydiyey tathuru iyadu way daahir noqotaa birashi lmaai biyo in lagu rusheeyo calayhaa dusheyda in biyo lagu shubo maca alghalabati laakiin iyadoo lala qabo ka adkaan biyaha inay ka adkaadaan najaasada wa izaalati cayniha muuqeedna in meesha laga zuliyo kaadada in meesha laga zuliyo caynteeda biyo in lagu shubo laga buuxiyo biyo ka badan in lagu shubo walmutawasitatu najaasada u dhexaysa labadan soo sheegnay waxa weeye iyadaa lafteeda tanqasimu u qaybsanta ilaa qismayni laba qaybood cayniyatun mid cayn leh muuqa yacnii raad leh wa xukmiyatun iyo mid xugun loo nisbeeyey bimacnaa aan raad muuqdo lahayn wax muuqdo ma leh iyadu ur ma leh dhadhan ma leh midabna ma leh taas xukmiya la yidhahdaa alcayniyatu midda cayniyada caynta loo nisbeeyey yacnii daatada unisba ahoo ama ur leh ama dhadhan leh siduu sheegi doono ama midab leh taasi waa allatii tii lahaa lawnun midab uu usugnaaday wariixun urna usugnaaday wa tacmun dhadhanna usugnaaday qasab maaha inay wada sugnaadaan mid ka mid haddii usugnaado xitaa waa caadi marka waa un cayniyada lagu tirinaya falaa budda midda cayniyada ah lagama maarmaan weeye min izaalati lawnihaa midabkeeda in la zuuliyo wariixihaa urteedana in la zuuliyo wa tacmihaa dhadhankeedana in la zuuliyo lagama maarmaan weeye ha taas in lagu dadaalaa waxa weeyaan qasab ah layska rabaa laakiin haddii la kari waayo urta iyo dhadhanka in la zuuliyo waxa weeyaan culimmadu dadaal dheer marka la bixiyey kadib yacnii in lagu dadaalo nadiifinteeda marka lagu daalo ay zuuli weyso urkiina uu zuuli waayo dhadhankiina uu zuuli waayo culimmadu waxay leeyihiin waxba laysku howli maaye intaasaa ku filan laakiin midabka waxaa qasaba in la zuuliyo maalin dhaqiteed haa qaadato hadday doontee maalin kaamil ah baa qaadato haddii ay doontee waa in laga zuuliyo midabka halkaas intaasi ogaada walxukmiyatu midda xugun ahaan najaasa loo ictibaariyey laakiin yacnii midda xukmiyada ah xugun ahaan u najaasa ah midabna male dhadhanna male urna male siduu sheegayaba waa allatii tii weye laa lawna midab walaa riixa ur walaa tacma dhadhan midna uusan sugnaanin lahaa iyada uusan usugnaanin wey taa iyada ah yakfiika waxaa kugu filan jaryu lmaai calayhaa jaryu lmaai biyo dureerintiisa calayhaa maxaa ku dhahdaa najaasadaas dusheeda in lagu dureeriyo jaryu lmaai biyo dureerintooda calayhaa najaasadaas in lagu dul dureeriyo ayaa waxa weeye kugu filan waayahay faslu halkan waxaa laga gelayaa xayadka iyo nifaaska axkaamtooda faslun kani wuxuu u fasal yahay ama waxa uu kala geynayaa wixii tegay iyo waxa soo socda xaydka iyo nifaaskana waa un looga hadlayaa aqallu lxaydi yacnii mudda meesha soo geliy aqallu muddati lxaydi caadada muddadeeda inta ugu yar waa yowmun wa laylatun waa habeen iyo maalin iyo maalin ama maalin iyo habeenkii 4 iyo 20 saacadood waa lagu jeedaa marka
مدد أقول يا حيطك وجوجي كرو وهبين يوم مالين وين هدي وكي راضو لو ما اعتبارين أيو إنه حيضي هاي إنه كي راضان وابا يرتها يو بدنا ما دعضو استقراء بان لغو سؤغادي إيو تتبع إن لغا رعاي لباري علماء دي عيسكو هاو شيء إنه يوحكا أغادان أرين تاس تاس إنه سوه سوغين أما سؤغادين وغالبه مدد أي دمرك أبدينهين إن عادوا أي كاقا قوضو أي قادو وست أو سبع وتدوغو أما وليح أما تدوغو ما ندوي ليح أما تدوغو وهي وغالب أريقا غالب وحلوغة جيدا واقعهان سيد اللو بدينهي حيدكو إساقو محوق بدينهي إنو كوقو وغالبه إن أنتوا كجوا أو حأوبضن مددا وكجوا أو حأوبضن يعني لقمة كذا أنت أقدر معلمها أوبضن وجارك لقمها ليه أي ستة واقع أهان أي دمرك بدينهين وست أو سبع واللحم المض يهبين كذا أما تدور وأكثره أنت أوبضن معلمه جارك غالب يأكثر ويكال دوينهين تاني ومالمه أغاريكا 15 يوما شل يتضم المدوية بلياليها إيهو هبي نذذي أي لصعداء إلا جلال مركا هل كان سيوحا ماشي كفهم كرتا هل دي قبضو أي تضوم لح مالمود دي قوتشو بيشو نصدوم مالمود أي تاهي بمعنى أفر إلا واتم مالمود بي طاهر حاني سوي حديث دوما المدو جوغي ديغينا اما عادي ايو جوغتينا صدح يا الله تمام بالظاهر تهوي حديث شن اي توما المدو جوغينا شن اي توما المدو كالي بالظاهر تهوي يعني شن اي توما المد كالي بالظاهر تهوي يعني مركا معلومها اي ظاهر تهي انت او بدن صدح يا الله تمام يعني haddii ay sida tahay 7-8 ku adii 7-daasi iyo 6-daan ku joojino waxa u badan 3-20 maalmood baa ugu badan wey laakiin gabdhaha qaar baa 3 maalmood uga go'i kara kuwa qaar baa 4 uga go'i kara kuwa qaar baa maxan ku raadaa 2 baa uga go'i kara kuwa qaar baa 5 gaara 5 uu uga go'ayo muddadaas un bay wax weyn xaal kaga go'a marka kuwa qaar baa sanadkiiba mar uu xaal ku yimaadaa كو قاربا بان حيد كوسن وإمام با إذن مركتنا كان لغا إيغو لما جو يعني لما حذين كرو إنت أغوب بادن إيغا بادو أي طاهر أهان كرتو وإنت لما ديه كرو حد مالي سيدا درتيت مركا أركا سيدا إن شاء الله وشيغو ليه هاي أما عدين إيغو وإنت هندان خوشيغو أقل الطهري أقل مدة الطهري مدة طاهر نمر أما قابدو أي طاهر كرتاهي حيد كرو أو بين الحيضتين والله حيض قد حين كرتاي وخمسة عشر يوما وشرية مرمض هذه الشرية مرمض أي صح حيض كوجوجي ده ما المه هو يكون يريه أي طاهر تاي مكوا حين غني سا شرية مرمض لأن جبرد بالجود هيد با الله با يأكل أنت إن الظاهر نقطه حيض وجوج والله با دوا يأكل مثلا نصب الله هي عدنية إذا لقى مرمى ويجبرد بيشن دحدت إن ليجنا هشة ظاهر نمنا هشام قبل قبلها حويا سيبدين بالقاه ليا مركا لقمة مرمى بين نقطتين إذن هذه حيض جو ظاهر نمنا أي جوكتو مدة ندي حويا أنت أقوم بدن أي جاري كرتو شيء توما استقراء بالجزء هذا باريس شن يتوما المد بين حويا أقوم بدن كلامي كم بدن هذا وكبتو ما أكلوا يرانا ياي معها حيض معها مرك 15 يوما بو وحويان طاهر نمد مال مهيدا اي وغالبه انت وبدن الدمرك اي طاهر يهن و 24 يوما وافر الى واتم مال مود وهدي اي لحم المود اي حويان حيد كو جوغي او 23 يوما اما صدح الى واتم مال مود وهدي حيد كو تدوم مال مود جوغي اما طاهر نمدا مدة أوبضن وانتي ولا حد لأكثره مدة طاهر نمدا أوبضن حد ماله حد من السنة عليه
أقل النفاس كاسي حيث كوها ديقة للمضة ساقنا مددة أغوب بضان أغير وقوة يكوى لو بضان يهيدا أقل النفاس ديقة للمضة مددة سإنت أغو ير أقل مدة النفاس ومجة وهل مر صبحي هل مر نفش سويلة هذا صبحه إنت سأغير وغالبه إنت أغوب بضان يعني لو أغوب بضان يهيدا دمر أغوب بضان يهينا 40 يوما وأفرتن مع المود ساسا دوبر كوبا ديهين لكن قبردو مر ولا مسكح يعني كبر غرامي سماعها مر هذا الشيء أفرتن مع المود سرادنا كتشوب صونا كتشوب نيسر عبد الله وإن هاد باي اكتو ديجي ميو كغو اي ها مالنتو كغو اي اي وحوير سراد دي دي بلابي ساي يوصون كيدي حوير اما هبين كو حوير وكغو اي لواتا مالبو كغو اي كرا شن مالبو كغو اي كرا محن كورا هذا يهي تدو مالبو كغو اي كرا sagaalay sadon maalmo uu kaga go'i kara marka hadba marku dhiga go'o ay muddadi waxa weeyaan nifaaska ku egtahay way wa aktharuhu inta ugu badan ee u gaari karo maalmaha ugu badan hadii waa raagay la yiraahdo dhiga maanta dhiga nifaaska ima soo gaari kara 60 yawma wa lixdan maalmo inta uu gaari karo lixdan maalmo ayuu gaari kara insha Allah fasalka kala xiga casharka kala ka dhigi doona عشان كده نلقاها كويس كده والله تعالى أعلى وأعلم.